انا نينو ودي قناتي. لو اول مره تشوفيني ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. بفكرك بس ان القناه بتاعتنا منوعه شامله كل حاجه واي حاجه، وكمان فيها قوائم تشغيل عشان مقسمه فيها الحاجات عشان ما تدوريش كتير. خش على الموضوع اللي انت حباه هتلاقيه هناك على طول. النهارده هنعمل مع بعض بسكوت اقتصادي سريع سهل، حاجه كده ميكس ما بين البيتي فور والبسكوت، حاجه تحفه بجد كده، تدوب في البق ومقرمشه في نفس الوقت، ناعمه، حاجه كده يعني على قد الايد بجد، وسريعه جدا وتنفع قوي لو حد اتصل بيكي قالك ان جايلك على سهوه تقدري ان انت تحضريه بكل سهوله، مش هياخد اكتر من 10 دقايق ويكون جاهز معاكي. بصي الشكل بيتكلم عن نفسه والطعم حكايه بجد. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الوصفه بتاعت النهارده، ايه المقادير والحاجات اللي محتاجينها عشان تطلع معانا بالشكل التحفه ده. تعالوا مع بعض نحضر حاجه حلوه كده للطوارئ، لو حد جالك على فجأة كده تقدري انت تحضريها بكل سهوله، مش هتاخد معاكي 10 دقايق. هنحضر مع بعض النهارده بسكوت الخلاط، اول بسكوت بتاع الطوارئ، حاجه سهله وسريعه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. زي ما انتم شايفين هنا عندي بيضتين بدرجه حراره المطبخ، هحط عليهم رشه من الفانيليا بالشكل ده كده اهو، يعني 2 باكت من الفانيليا، لو بتستخدمي بالباكت يبقى 2 باكت من الفانيليا، وهضيف عليهم معلقه كبيره من الخل، معلقه كده كبيره مليانه من الخل، الخل العادي بتاعنا اللي بنستخدمه اليوم اهو بالشكل ده كده عشان نقضي على زفاره ايه اللي هو البيض. هنجيب هنا بوله هنحط فيها البيض اللي حطينا عليه الخل والفانيليا، وهضيف عليه كمان ايه كوبايه الا ربع من السكر، كوبايه الا ربع من السكر، وهبدا ان انا اقلبهم كده مع بعض. بعد كده هنزل عليهم بنص كوبايه من الزيت بالشكل ده، وهنزل عليهم يا اما بمعلقتين من التلج اللي هو بالبرتقال، او معلقتين من بشر البرتقال، لو ما عندكيش حطي فانيليا برتقال زي ما انا هعمل كده فانيليا برتقال، وابدا اقلب كل ده مع بعض. هنا الفانيليا عملت معايا نفس وظيفه البرتقال، ما عندكيش اللي هو التلج او الفروتشي اللي هو بالبرتقال، هبدا ان انا اقلب كويس جدا بالشكل ده كده، الخليط اللي معايا كده اقلبه كويس قوي. بعد كده بجيب الخلاط وبنزل بالخليط ده كله فيه واضربه كويس قوي قوي قوي. هضرب بقى الخليط ده كويس قوي في الخلاط وارجع لكم. زي ما انتم شايفين ضربت الخليط لحد ما اخد معايا لون فاتح، اخد معايا حوالي 2 او 3 دقايق في الخلاط كده لحد ما افتح اللون معايا بقى بالدرجه دي. هجيب البوله تاني وارجع فيها الخليط. بصوا بقى معايا ازاي، زي ما انتم شايفين الخليط بقى جاهز عندي، وبصوا لونه افتح معايا ازاي، هو ده اللون اللي انا محتاجاه. هنزل بقى هنا بكوبايتين ونص من الدقيق المنخول، كوبايتين اهم ونص، ممكن يحتاج معايا اكتر ممكن يحتاج معايا اقل، هنزل بكوبايتين واشوف. حطيت هنا كوبايتين الدقيق، احط عليهم معلقه صغيره من المبودر واشوف هحتاج دقيق تاني ولا لا، عشان في انواع دقيق بتشرب السوائل وفي انواع لا، فممكن تحطي كوبايتين ونص تلاقيهم كتير، فانزلي تدريجي. نزلت الكوبايتين واشوف هحتاج تاني ولا لا. هبدا بقى استخدم ايديا عشان احس بملمس العجين عشان اعرف هيحتاج معايا تاني ولا لا. البسكوت بيتلم بطراطيف الصوابع مش بيتعجن، انت يا دوبك تلميه مش تعجنيه عشان ما ينشفش منك اهو بالشكل ده كده، زي ما انتوا شايفين. بصوا بقيت المه لقيته لسه محتاج معايا، بلمه بطراطيف صوابعي، هنزل كده بنص كوبايه كمان واشوف هيقص تاني ولا لا. انت بتلمي مش بتعجني، يا دوبك تلمي كده ايه البسكوت اللي عندك اهو، ممكن يحتاج معانا تاني لان ملمسه بيقول هو محتاج تاني. زي ما انتوا شايفين ده شكل العجينه اللي انا محتاجاها، بصوا عامله ازاي اهي، بصوا اهي كده اخدت معايا بالظبط 3 كوبايات من الدقيق. تمام، ممكن الدقيق اللي عندك ما تاخدهوش كله، ممكن تاخد اقل او اكتر حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. انا هنا مستخدمه دقيق اللي هو متعدد الاغراض. بصوا العجينه اللي احنا محتاجينها، بصوا عامله ازاي اهي، بصوا عامله ازاي، فيها تلزيقه بس في نفس الوقت ما بتلزقش في ايدك. يلا بينا نروح بقى على طريقه التشكيل. هنيجي كده نجيب معلقه ونبدا ان احنا نقطع كده بيها العجين اهو، نعمله كده جوه بالشكل ده. ليه بقطعه بالمعلقه؟ عشان يطلع كله سوا واحد، يعني كله كده بالمعلقه، احاول ان انا اخليه على ايه على اول المعلقه كده بحيث ان يطلع كل البسكوت قد بعض اهو. بصوا
كده هضمن البسكوت يبقى كله مقارب من بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. ده شكل الكميه كلها عملتها كور بالشكل ده بالتساوي. تعالوا بقى نشكل على طول كده، هتسهل علينا عشان متاخدش وقت. هبدا ان انا اخد الكوره كده واعملها مستطيل، كورها كده لفوق. عندك اختيارين، يا تجيبي الشوكه تعملي بقى كده، ودي طبعا اسهل حاجه بالنسبه للمبتدئين اهي، اهو كده اهو بقى جاهزه عندي، واضحه بالنسبه لكم اهي. اكون جايبه صينيه ودهنها زيت، لازم الصينيه تكون مدهونه معاكي زيت، تمام. هعمل لكم بقى واحده تانية بطريقه تانية. هنجيب برضو كوره نعملها برضو مستطيل كده اهو. هجيب هنا مشط الحلويات، ده مشط انا جايباه عامله الحلويات مخصوص، هاخده اعمله كده برضو اهو، شايفه ده للحلويات مخصوص جايباه للمطبخ اهو. هديني برضو الشكل اللي انا عايزاه اهو، ايه رايك اهي. طبعا الشوكه المشط اللي يريحك، الشوكه بتدي ايه، إيه بصوا الشوكه بتدي شكل ايه اللي هو بعيد شويه، يعني ايه بصوا تحسوا سايبه مسافه شويه، بصوا عامله ازاي. المشط بيدي بقى ايه اللي هو الشكل اقل، يعني بتبقى الخطوط دي اقل اهو. بصوا ده كده شكل الشوكه اهو، اهم حاجه الصينيه اللي تحطي فيها تكون مدهونه، وتكوني مشغله الفرن من وانتي بتعملي كده، تكوني مشغله الفرن قبلها ب5 دقايق اهو. نعمل واحده كمان اهي بالمشط، اوريكم بقى الفرق ما بين الشكلين اهو. هاجي كده بالمشط اهو كده او كده عشان تملكي اهو، تدوسي بقى اهو، هيديني سنون اكتر أو. لا دي مش عاجباني، نعيدها تاني عشان المشط انا حطيته ايه مش حلو يعني اهو كده. المشط اهو من السنون بتاعته اهي اهو، بس كده طلعه. بصوا بقى الفرق، ان دي بصوا مديه شكل احلى يعني اهو، بصوا بقى الشكل بتاع الشوكه والشكل بتاع المشط. اختاري بقى الشكل اللي انت حبيه، ده بتاع الشوكه وده بتاع المشط اهو. هعمل بقى كل الكميه بالطريقه دي وارجع لكم. زي ما انتم شايفين كده خلصت اول صاج اهو بالشكل ده اهو، هدخله الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني، هسوي من تحت الأول، بعد كده هسوي بقى من فوق، هدي الشواية حاجة خفيفة، وهعمل دي مش كل الكمية طبعا، أنا عملت اهي صاجة واحدة وقلت أوريها لكم بس عشان ما أطولش عليكم، وهوريكم بقى شكله لما يخلص ونشوف هنعمل له ايه كمان. زي ما انتم شايفين ده شكل بقى البسكوت بعد ما طلع، او البيتيفور، هو ميكس ما بين الاتنين، حاجه تحفه بجد. بصوا بقى شكله بقى حلو ازاي، وبصوا زاد حجمه ازاي كده وبقى شكله حلو قوي. بصوا اهو اديته كده لون خفيف من فوق كده، لسه كمان في الفرن، بس انا حبيت اوريكم اللي طلع عشان نحضر الصوص الشوكولاته ده قبل ما اكمل اللي في الفرن. عندي هنا شوكولاته كنت مسيحاها قبل كده فهكمل عليها، اخدت هنا مكعبين شوكولاته من هي شوكولاته المطبخ، هحط عليهم معلقه من الزيت، تمام. هنا حطيت معلقه من الزيت عشان تلين الشوكولاته، واما اجي احطها على البسكوت او على اي حاجه بستخدم فيها الشوكولاته تديني كمان لمعه حلوه كده. هاخدها دلوقتي يا اما على حمام بخار اللي هو بتاع الميه، يا اما احطها في الميكروويف 5 دقايق المتاح عندك، وهسيحها خالص ونرجع نشوف هنعمل ايه. هنا جبت صينيه حضرت عليها كيسه من الثلاجه عشان لما نيجي نعوص البسكوت في الشوكولاته ما يلزقش مننا في الصينيه او يلزق مننا في الحاجه ويبهدل لنا الدنيا، فلما تحطيها على كيسه الكيسه هتطلعه معاكي بسهوله. عندك ورق الزبده مفيش مشكله، انا ما عنديش ورق زبده فاستخدمت اللي هو اكياس الثلاجه، مفيش كيس ثلاجه، اكياس المتاح عندك، اي حاجه زي ما انت حابه. هنا سيحت الشوكولاته، بصوا بالمنظر ده بقت سايحه معايا ازاي، دخلتها الميكروويف هما دقيقتين بالظبط، بصوا كانت معايا بالشكل ده. هبدا بقى ان انا اعمل ايه، اجيب الشوكولاته كده، باخد البسكوت اللي عندي اهو كده زي ما انتم شايفين كده. بصوا بقى هنا حطيت هنا الشوكولاته، بصوا بتلمع ازاي، الزيت مديها لمعه حلوه. هنا حطيت برضو مع كيس الثلاجه وكملت عليها، واهو هنا بقى دي كده كل الكميه اهو، هسيبها بقى تنشف خالص، بعد كده هنقلها في طبق بقى، حاجه تحفه بجد يعني، سهله سريعه اقتصاديه. بصوا عامل ازاي، بصوا مفيش اسهل من كده ومفيش اسرع من كده. ممكن ما تحطلوش شوكولاته، ممكن تسيبيه زي ما هو كده مفيش اي مشكله.
وزي ما انتوا شايفين كده حبايبي، ده الشكل بقى البيتيفور او البسكوت اللي احنا عملناه النهارده. بصوا بقى الشكل، بصوا عامل ازاي. عايز اقولك ان الطعم حكايه. ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب اكون قدرت افيدكم، واستنوني فيديو جديد وحلقه جديده مع نينو.